ما اظنش ان هو كان في يوم اللي هو عمر سعيد، قلت لك سيف الجزيري يمكن يكون هو افضل، مش عشان سوء عمر سعيد او شيء، لكن سيف الجزيري مناسب لكل الظروف ومناسب لكل الاشياء، يعني لكل السيناريوهات المباراه. عمر سعيد طبعا واحنا بنشوف اللقطات اللي ما كانش موفق فيها خليفه، انت ساعات ما بتكونش قادر تسيطر على المباراه، فبالتالي سيف الجزيري ممكن يكون حل ليك في المساحات، حل ليك في المناطق الضيقه من الملعب. عمر سعيد ما بيعرفش يتصرف في حاجات الى جانب الفرص اللي اتيحت ليه خليفه في المباراه، كان في فرص ممكن يتصرف انا بقر في الموضوع، مش بتصلب عن رايي، ولكن انا بقول دي بقى، ما دي التغيير. احنا كارتيرون عمل تغييرات، تغيير مصطفى فتحي كان من افضل الحاجات اللي عملها كارتيرون، ولكن زي ما انت بتعمل التغيير علشان بتقلب حاجه تكتيكيه، التغيير برضو ممكن تبدل لاعب مركز بمركز لمجرد ان انت بتصلح اللعيب اللي مش في يومه. يعني احنا زي ما قلنا كده، كان عمر السعيد وابو جبل، شخص انا في رايي، انا عمر السعيد وابو حتى ابو جبل والمسلوسي، الثلاثه كان باين من بدايه المباراه ان ما كانش في يومهم، فكان مع تغييره عمر السعيد مع تغييره مصطفى فتحي اللي هي تغييره متميزه جدا، اعتقد كانت اللعيبه دي محتاجه تتغير. فيعني ابو جبل ما كانش في يومه قوي، ممكن الجون الاول رغم ان انا مش بشيله ابو جبل بس ساعد في الحاله النفسيه لابو جبل، عارف انت احساسك ان الكوره بتخبط وتروح خبطه فيك ومش عارف لطيف. رغم ان هي فنيا مش بتاعته، يعني هي فيها التوفيق، ما كانتش ممكن يطلعها كده خليفه، ولا كانت صعبه بعيد عنه. بص يعني الكره سريعه وكل حاجه، بس دي سبب ان هو ما بقاش يعني فده اللي انا كنت حتى بين الشوطين كنت بقول ما فيش مشكله ان انت تنزل الحارس الثاني اللي مش حاسس ان عنده مشكله، يعني حتى الجون ده ابو جبل، لا يا ابو جبل تطلع، يعني تطلع اقوى من كده. وده بقى الجون اللي انا اعتقد اكبر غلطه لابو جبل في المباراه، الكره مش قويه متوقعه جدا. بالظبط، وفي البعيده خلينا نقول ان هي ما كانتش افضل مباراه لابو جبل. وانا عايز اقول حاجه، تغيير الحارس ده امر عادي، يعني انا ابو جبل المسلوسي عمر السعيد كان ينفع المدرب يكون رحيم بيهم، ان انا شايف ان اللعيب مش في يومه، اديله بريك، وخصوصا ان في نقطه بس، العناصر الثانيه اللي موجوده ممكن ما عدا المسلوسي هي عناصر جيده برضو، يعني عوض حارس جيد، سيف لعيب ممتاز، ممكن المسلوسي بسبب ايقاف حازم امام، خلي بالك برضو اللي ملوش معنى، نفس ايقاف شيكابالا ملوش في معنى العداد برضو. في العداد بتاعه 3 من 4 في الوقت اللي ديانج بيطرد او المفروض يطرد، لكن يعني خلاص افضل بقى تغيير كارتيرون كان مصطفى فتحي، ان احنا بنرمي الحاجات دي على المسؤوليه في المباراه كان الاهلي افضل.